السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا وعدتكم في جروب بيبي تريكو، حطيت صورة غرزة البلوزة والبطرون بتاعها وقلت هعملها في فيديو. معلش اتأخرت عليكم، لكن أخيرا أنا أهو اشتغلت جزء من الغرزة أهي. الغرزة طويلة على الأسطر طويل، لكن البطرون ورموزه سهل جدا. ده كده الجزء ده لغاية السطر 22، لكن هي الغرزة طويلة شوية. هنبدأ واشرح لكم مضاعفات الغرزة وبتتعمل على كذا سطر، بس ده شكلها في البداية اهو، هي مش كاملة عشان الفيديو هيبقى طويل، عملت جزء منها. هنبدأ مع بعض الفيديو خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في شرح الغرزة. يا جماعة الغرزة بتتعمل الباترون بتاعها انا رسمته، لاني مش عارفة اجيب صورته يعني على موبايل تاني، فانا رسمته بيتعمل من مضاعفات الستاشر. يبقى عدد الغرز مضاعفات الستاشر. مضاعفات الستاشر بتعملوها زي ما بتعملوا بقى لو هتبدأوا بلوزة، تشوفوا تقسموا لازم يبقى العدد 16، ويعني هي بتمشي كأنها بليسيه كده من 16 غرزة لفوق. ما بين 16 و16 بتسيبوا مسافة، المسافة دي بتبقى عريضة من تحت عشان الغرزة عشان البلوزة تبقى واسعة، وبتبتدوا تضيقوا في الغرز اللي هي المقلوبة اللي هي ما بين بطرون الغرزة عشان تطلع البلوزة تضيق لفوق. فأنا هتسيبوا بقى زي ما انتوا عايزين حسب الوزن، هتعملوا مضاعفات الستاشر وتسيبوا عدد من الغرز المقلوبة ما بين بطرون الغرزة الستاشر والستاشر التكرارات. فأنا هعمل بطرون الستاشر غرزة معاكو، وهعمل غرز كمان مقلوبة وهكررها كمان معاكو الستاشر التانيين عشان تشوفوا برضو منظر الغرزة ازاي، او لو هتيجي تنفذوها على بلوزة او بلوفر او اي حاجة. فدول الستاشر غرزة، البطرون بتاع الغرزة ستاشر اهم قصادكو، وبتتعمل على 35 سطر. فهنمشي مع بعض سطر بسطر كده واشرح لكم الرموز. المربعات البيضاء هي البطرون فيه، بس الاسطر الفردية هي اللي هتبقى في الشغل. دار الشغل المقلوب مقلوب، العدل عدل، وتقريبا هيبقى كله مقلوب. الاسطر الفردية هنا مثلا السطر واحد. في مربعات فاضية، دي غرز عدلة في وش الشغل ومقلوبة في ظهر الشغل. طيب والرمز اللي هو قرب بس شوية كده، الرمز اللي هو ده كأنه زي التمانية كده وجواه اتنين، اتنين عدل مع ناخدهم من اللفة الأمامية. الرمز ده بيعملوه دايرة، يعملوه باليو، يعملوه كده، دي معناها لفة. وبعدين في تاني غرزتين برضو مع بعض، بس هيبقوا من اللفة الخلفية، بناخدهم بطريقة اس اس كي، سليب سليب نت. هنشوف مع بعض، وعملتها كتير في بطرونات غرز كتير. بطرون غرزة سهلة خالص يا جماعة، ما هو الا تكرارات واسطر. بنمشي على حسب بطرون الغرزة ونبدأ نشتغل. ابتديت عدد من الغرز مضاعفات 16 مرتين، وعملت في النص هسيب مسافة غرز مقلوبة كده، هتبقى غرز مقلوبة في الشغل وعدلة في ظهر الشغل. عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ست غرز مقلوبين ما بين 16 غرزة عدلة و16 التانيين. ده مثال يا جماعة للغرزة تكرار 16 مرتين. وانتوا ماشيين لو هتعملوا بلوزه ابتدوا تضيقوا بقى وانتوا طالعين زي ما الصوره موجوده. صوره البلوزه، التضييق بيجي من الغرز المقلومه ما بين الخطوط بتاعه الغرز. بتبتدوا تضيقوا، تاخدوا غرزه مثلا من الجنب اليمين وغرزه من الجنب الشمال كل كام سطر بطريقه معينه، بحيث تطلع البلوزه تضيق بطريقه حلوه. فهوريكم 16 غرزه بتوع الغرزة اللي احنا عندنا، هنشتغلها مع بعض. ونبدأ السطر الاول، ونبص كده السطر الاول في البطرون هنا في ايه. هنبدأ السطر الاول في وش الشغل، نبدأ نعمل غرزتين عدلين زي ما انتوا شايفين، مربعين بيضهم زي ما انتوا شايفين. هحاول اطلع لفوق كده، ادي غرزتين مربعين. بعد الغرزتين العدلين هنعمل اتنين عدل مع بعض، اللي هو الرمز بتاع التمانية اللي جوه اتنين. ده بتعمل بكذا طريقة، الرموز بحسب ما بيحطها مصمم البطرون الغرزة. يعني هو مش هي لوغاريتمات ولا حاجة صعبة، هو المفروض يكون شارح اللي عامل بطرون الغرزة بيديكوا دليل
يقول لكم الرمز ده معناه ايه، مش المفروض انتوا تحفظوا كل يعني الرموز. فانا عشان شايفه بالخبره شفت الغرزه على البلوزه متنفذه وشفت البطرون فبتفك، يعني الرموز بتاعته بتتعرف على طول خلاص. ايه، 2 عدل مع بعض، بعدين في 2 عدلين مربعين فاضيين، 2 عدلين، وادي شكل اليو يعني معناها لفة خيط لفوق. بعدين اشتغل مربع الابيض غرزة عدلة ولفة خيط تاني وغرزتين عدلين، وبعدين 2 عدل مع بعض بس من اللفة الخلفية عشان يمين وناحية الشمال، فاخدهم بالطريقة دي، اسلت وصلت الاتنين وراح اشتغلهم مع بعض اهو. بعد كده في 1 2 3 4 5، 5 غرز عدلي، 1 2 3 4 5 كده، بطرون 16 غرزة اتعمل. نفذنا اول سطر، بنشتغل عدد من الغرز المقلوبة وبنكرر 16 تاني. 1، دي غرز مقلوبة زي ما تسيبه بقى. ممكن البلوزة اللي هتعملوها تبتدوا تعملوا الغرز المقلوبة دي ثابتة طول ما انتوا طالعين وتضيقوا من الجوانب، اللي عاملينها في الصورة مضيقين في البليسيه بتاع الغرزة المقلوبة اللي ماشي بالطول بالتدريج. ادي انا عاملة عدد من الغرز المقلوبة حسب ما انتوا بقى ايه تكونوا الغرز بتاعتكم والمقاس بتاع البلوزة اللي بتعملوها. هنا عندي 6 غرز مقلوبين. بعد كده بنفذ اكرر بطرون، السطر الاول في 16، التاني تاني، او حسب انتوا التكرارات اللي عندكم. كررت 16 في البطرون، 16 غرزة تاني اهو وبينهم غرز مقلوبة العدد اللي تعملوه زي ما قلت لكم، وهقلب السطر التاني حسب ما بشوف الغرز، وتقريبا هيبقى كله مقلوب شوفوا ما عدا الغرز اللي هي في النص المقلوبين اللي ما بين البطرون 16 و16. هشتغل اهو مربع الفاضي في البطرون، يعني وش الشغل عدل وظهر الشغل من غير ما يقول لي هو السطر الزوجي بقى اهو التاني، هشتغل مقلوب. حتى الاتنين عدل مع بعض برضو هشتغلهم مقلوبين، بس انا هشتغل اهو شايفة الغرز مقلوبة بشتغلها مقلوبة. ها السطر التاني اللي هو مش موجود في البطرون اللي قصادنا بناخده في ظهر الشغل وبشتغل بيبقى كله مقلوب ما عدا الغرز اللي انا عاملاها ما بين 16 و16 اهو. اللفة اهي شكلها باينة، باخدها مقلوبة، الغرزين اللي مع بعض باخدهم مقلوبين، ادي لفة تاني وادي غرز مقلوبة قصادي اهو. 16 غرزة هشتغلهم مقلوبين، هاجي على 6 غرز اللي انا سايباهم كانوا في وش الشغل مقلوبين اهم باينين قصادي، هشتغلهم عدلين اهو. وارجع اشتغل 16 غرزة بالغرزة المقلوبة، بيكون ده السطر التاني اللي بظهر الشغل هنشتغل خلصه، واشتغل السطر التالت في البطرون مع بعض. نبتدي السطر التالت في بطرون الغرزة زي ما هو مرسوم قصادك اهو. السطر التالت هبتدي بغرزة مربع، ده غرزة عدلة، وادي التمانية اللي جواها 2، يعني غرزتين عدل مع بعض، 2 عدلين لفة، 3 عدلين لفة، 3 عدلين، لا مش 3 لفة، وبعدين 2 عدلين، وبعدين 2 عدل اللفة الخلفية، وبعدين 4 غرز عدلين. بطرون مفهوش حاجة يا جماعة، اهم حاجة عرفت الرموز معناها ايه وبنشتغل. اشتغل غرزة عدلة اهو، 2 عدل معا، 2 عدلين لفة خيط لفوق، 3 عدلين، 2 عدلين، 2 عدل معا بطريقة سليب سليب، واشتغلهم 2 مع بعض. بعدين 4 غرز في الاخر، 1 عدلين، 1
اتنين تلاتة أربعة. كده الستاشر غرزة خلصوا وبدأت الغرزة تبان اهي. الجزء اللي اشتغلته ده بحبة كده زي بليسيه عشان يعني نبتدي عليهم الغرز. خلاص يا جماعة بشتغل الغرز اللي انا سايباها ما بين الستاشر والستاشر اللي هما الست غرز دول اهم. وكرر بطرون الستاشر غرزة تاني في الستاشر التانيين اللي بعد كده، بكررهم واخلصهم واشتغل السطر كمان الرابع في ظهر الشغل اللي هو الستاشر غرزة مقلوبين، وبس الست غرز اللي ما بين الستاشر والستاشر هشتغلهم عليين في ظهر الشغل. هنبدأ السطر الخامس يا جماعة، شايفينه اهو. هنبدأوا باتنين عدلين مع بعض وبعدين مربعين فاضيين اللي هما اتنين عدلين ولفة وبعدين غرز عدلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس غرز عدلين وبعدين لفة وبعدين اتنين عدلين، شوف كده اتنين عدلين اهم، وبعدين اتنين مع بعض من اللفة الخلفية برضو، وبعدين تلاتة عدلين. ده السطر الخامس، اشتغلوا مع بعض السطر الخامس. ادي هنشتغل نبدأه باتنين عدلين مع بعض من اللفة الأمامية كده، بعدين اتنين عدلين غرزتين عدلين، ادي واحد ادي اتنين، بعدين لفة خيط وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس غرز عدلين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بعدين تيجي لفة الخيط، يعني اتنين عدلين غرزتين عدلين اهم، بعدين الرمز ده اللي هو اسلت اسلت، واخد اتنين عدل اللفة الخلفية، بعدين واحد اتنين تلاتة، تلات غرز عدلين. دول الستاشر غرزة بتوع السطر الخامس. بعمل الفواصل واكرر الستاشر غرزة واشتغل السطر السادس وظهر الشغل وارجع لكم نعمل السابع. خلاص هنشتغل بقى السطر السابع يا جماعة، السطر السابع اهو، السابع السطر السابع. كم غرزة هنبدأه؟ بغرزة عدلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس مربعات بيضة يعني خمس غرز عدلة، وبعدين اتنين عدل مع بعض وغرزتين هم مربعين فاضيين بيض، ولفة وغرزة عدلة ولفة وغرزتين عدلين واتنين عدل من اللفة الخلفية واتنين عدلين. السطر السابع هنشتغله سوا. السطر السابع نبدأ مع بعض، غرز عدلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس غرز عدلين، اتنين تلاتة أربعة خمسة، اتنين عدل مع بعض، اتنين عدلين، لفة خيط، واحدة عدلة، لفة خيط، اتنين عدلين، احنا فين؟ احنا هنا، عملنا لفة خيط اتنين عدلين، هناخد اتنين من اللفة الخلفية سلت سلت شغلهم عدل مع بعض، بعدين اتنين عدلين في اخر الشغل او في اخر غرزتين اهم عدلين، يبقى 16 غرزة كده عملناه وشكل الشغل بدأ يظهر اهو، شايفين من الغرز المقلوبة اهو. بكرر الستاشر غرز هنا ودول، وانا ماشية بقى في البلوزة بطلع اطلع، وعلى المسافة اللي انا عملتها اللي هو البلوزة من تحت العرض اللي انا عايزاه، وابتدي بقى
وانا طالعه فوق قرب الستر ابتدي اخد بقى غرزتين في غرزه واحده طول ما انا ماشيه من الجنبين، اقلل بقى بحيث مثلا بدل ما يبقوا سته هيبقوا اربعه، اخد اتنين في واحده من الجنب ده واتنين في واحده من الجنب ده يبقى اربعه مثلا، وامشي بيهم شويه اقسم بقى بشوف يعني انا بوايم واخد واشوف عند كل فين كل مثلا كام سنتي اقلل الغرز اللي هم بين البطرون الغرزه اللي هو 16، اقلل اقلل لما يبقى فيه غرزه واحده عند الصدر عشان يبقى ايه تبتدي البلوزه تضيق، زائد كمان لو عايزه اضيق اكتر ممكن اضيق برضو من الجنبين. خلاص ما انت فاهمين معايا، بعمل الغرز اللي في النص واكرر بطرون 16 وده السطر السابع، بشتغل التامن في ظهره شويه ونرجع نعمل بطرون السطر التاسع قصادنا، هيبقى اهو بيبدأ بغرز عدله. خلاص اتفهمت رموز البطرون يا جماعه، يعني انتوا بتمشوا بصوا البطرون قصادكم وبتمشوا بقى اهم حاجه تدققوا في كل سطر وبتعملوا الرموز دي، دي اتنين مع بعض اللفه الاماميه، هو اللي مايلين كده في الصف الشمال ناحيه الشمال كده هيبقوا اتنين من اللفه الخلفيه، واليو ده لفه، والمربعات الفاضيه عدله في وش الشغل ومقلوبه في ظهر الشغل. نشتغل بقى السطر التاسع يا جماعه، البطرون التاسع اهو قصادنا، السطر التاسع اهو بيبدأ بغرز عدله، واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه عدلين اتنين عدل مع بعض، اتنين عدلين لفه خيط، بعدين واحد اتنين تلاته، تلاته عدلين ولفه خيط، اتنين عدلين اتنين عدل اللفه الخلفيه مع بعض وواحده عدله، نشتغله سوا. السطر التاسع تاخدوا بالكم اهو، يا رب يكون واضح في الفيديو، واحد اتنين تلاته اربعه، نبتدي يبقى اربع غرز عدلين، ادي اربع غرز عدلين، اتنين عدل مع بعض، اتنين عدل لفة خيط، تلاتة عدل، اتنين تلاتة لفة خيط، اتنين عدلين، اتنين عدل من ظهر من اللفة الخلفية، وآخر غرزة عدل، دول 16 غرزة. بشتغل غرز المقلوبة واكرر 16، واشتغل غرز مقلوبة واكرر 16 حسب التكرارات اللي عندي. خلصت التاسع للاخر واشتغلت العاشر في ظهر الشغل، وجينا عشان نعمل ال11، بطرون ال11 اهو، سطر ال11 اهو، ثلاث غرز عدلين زي ما انتوا شايفين، اتنين عدل مع اتنين عدل لفة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، خمس غرز عدلين لفة خيط، اتنين عدلين، ننتهي الغرزتين مع بعض من اللفة الخلفية، وبكده دول 16 بطرون، 16 غرزة في السطر 11. نشتغل مع بعض السطر 11، نشتغله. شايفين الشغل بقى عامل ازاي اهو، اوريكم كده بس شكل الشغل، ابتدت الغرزة تبان اهو، ودي الغرزة اللي في النص، هنشتغل السطر ال11 هوريكم برضو ازاي هنقلل طول ما انتوا طالعين، مثلا كل تحددوا مثلا كل خمس ست اسطر او 10 اسطر تعملوا تقللوا الغرز اللي في النص دي. نشتغل السطر ال11 اهو، تلاتة عدلين، نبتدي بتلاتة عدلين، اتنين عدل معا، هحاول اسرع عشان الفيديو هيبقى طويل، الاسطر كتيره، اتنين عدلين لفه خيط، وكم غرزه، واحد اتنين تلاته اربعه خمس غرز عدلين، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه لفه خيط، اتنين عدلين، وين اخر غرزتين في الستاشر بنشتغلهم معا من اللفة الخلفية، سلتناهم بعد ناخدهم،
مع بعض. احاول اوريكم ازاي بقى بتقللوا الغرز اللي مقلوبه اللي في النص دي. اجي مثلا عند السطر ده واروح واخده 2 مقلوبين مع بعض اهو، واشتغل. هما كانوا 6، خليهم 4، باخد الاتنين برضو اللي في الطرف دول برضو مع بعض اهو، بقوا 3. يبتدي بقى ايه يحصل تضييق في الغرز. بكرر بطرون الـ16 تاني للسطر الـ11، اشتغل الـ12 ونيجي نعمل الـ13. نبدأ بقى السطر الـ13. السطر الـ13 بطرونه اهو، شايفينه اهو، ده الـ13. بقرب لكم بس عشان تشوفوه بس كويس. ادي بطرون السطر الـ13 اهو، بيبتدي 2 عدلين، 2 عدل معا، 2 عدلين لفة خيط، 1 عدلة لفة خيط، 2 عدلين 2 معا لفة الخلفية، 1 2 3 4 5، 5 غرز في الاخر عدلين. نشتغلوا مع بعض السطر الخامس الـ15. اسفة يا جماعة، السطر الـ13 هنبدأه مع بعض. سطر الـ13 بغرزتين عدلين، شايفينه قصادنا، سطر الـ13 اللي هو في الاخر في الشاشة في الاخر، 2 عدلين، 2 عدل مع بعض، 2 عدل، 1 عدلة، لفة خيط، 2 عدلين، سلت، 2 عدل من اللفة الخلفية، بعدين 1 2 3 4 5 غرز عدلين في الاخر، 2 3 4 5، دول الـ16 غرزة. بشتغل الـ3 غرز، بقوا 3 غرز اهو، ولا بقوا 4 بعد ما قللت يا جماعة. هشتغل بقى 4 غرز اهو، شايفين، واشتغل الـ16 تاني. نشتغل السطر الـ15، هنبدأه بغرزة عدلة، 2 عدل معا، 2 عدلين، دفة خيط، غرز عدلة، 3 غرز عدلين، 1 2 3، دفة خيط، 2 عدلين، 2 عدل، اللفة الخلفية، بعدين 1 2 3 4، 4 غرز عدلين في الاخر، 1 2 3 4، بشتغل الغرز المقلوبة واكرر الـ16. وشايفين الغرز ماشية ازاي اهو، البطرون بدأ يظهر. وصلنا للسطر الـ15، شايفين الغرز المقلوبة بتقل على بعضها اهي، الغرزة بدأت تظهر اهي يا جماعة. نخلص ونشتغل السطر الـ17. نشتغل بقى السطر الـ17، وهنبدأه باتنين عدلين مع بعض، 2 عدل معا، 2 عدلين، لفة خيط، 1 2 3 4 5 غرز عدلين، لفة خيط، 2 عدلين، 2 عدل من اللفة الخلفية، و3 عدلين في الآخر. ده السطر ايه الـ17، هنشتغله سوا. نبدأه بـ2 عدل معا اهو، 2 عدلين، غرزتين عدلين، ادي 1، ادي 2، لفة خيط، وي 5 غرز عدلين، 1 2 3 4 5، لفة خيط، 2 عدل، اتنين عدل من الخلف،
تلات غرز عدلين في الاخر، واحد اتنين تلاتة. بنشتغل غرز المقلوبة واكرر بطرون الستاشر بعد كده حسب التكرارات اللي عندي. نشوف السطر التسعتاشر اهو قصادنا، هنبدأه بخمس غرز عدلين، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بعدين اتنين عدل مع بعض، اتنين عدلين، لفة خيط، غرزة عدلة، لفة خيط تاني، اتنين عدلين، اتنين عدل مع اللفة الخلفية، اتنين عدل. نشتغل الغرز المقلوبة ونكرر 16 غرزة. في السطر 21 اهو يا جماعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، اتنين عدل، اتنين عدل مع اتنين عدل، لفة تلاتة عدل، لفة اتنين عدل، اتنين عدل من اللفة الخلفية، واحدة عدل. نشتغل 21 زي ما انتوا شايفين اهو، أربعة عدلين، اتنين عدل مع بعض، اتنين عدل، لفة، ثلاث غرز عدلين، لفة خيط تاني وغرزتين عدلين، اتنين معا اللفة الخلفية اللي هو سلت سلت، واشتغلهم مع بعض، واخر غرزة في الستاشر اشتغلها عدلة واكرر. لو عايزين تاني نقلل الغرز اللي في النص يا جماعة، بصوا ممكن نعمل تقليل بقى هنا تاني، تاخدوا الاتنين دول مع بعض مقلوبين، والاتنين دول كمان مقلوبين، شو هتضم على بعض كده، ونكرر 16 غرزة هنا. ده كده بعد ما خلصنا السطر 21 يا جماعة واشتغلت 22 من الظهر، هنكمل بقى 23. مش عارف انا حاسة ان الفيديو طول قوي، فشكل الغرزة كده لغاية السطر 22، ايه رأيكم؟ كفاية كده، حاسة الفيديو بقى طويل جدا. فانتوا لو البطرون قصادكم هتمشوا بنفس الطريقة زي ما وريتكم، اهم حاجة ان رموز البطرون عرفتوها. شايفين الغرزة طلعت معانا اهي، وبتقللوا لو بتعملوا البلوزة. انا شوف كنت بادئة هنا اربعة، لا كنت بادئة ستة، اصبعوا اتنين دلوقتي، ممكن هتطلعوا بالبوزة لغاية فوق، تقللوا الاتنين يبقى واحدة بس، وتضايقوا كمان الاجناب من الجنبين. فشكل الغرزة اهو كده، اهو ظهرت معاكم اهي، اظن واضحة. لو عايزين اكمل البطرون، هو ما فيش حاجة، هو لازم البطرون يكون قصادكم، فانتوا هتمشوا زي ما انا مشيت كده. الفيديو طول قوي، فاتمنى يكون يعني ما طولتش عليكم. ولو حابين بقى بعتولي في التعليقات وقلتوا عايزين نكمل البطرون برضو للاخر، اكمله لكم في فيديو تاني. شكل الغرزة اهي، دول 16 غرزة بينهم غرز مقلوبة، وادي 16 تاني التكرار، هتكرروا زي ما انتوا عايزين العدد اللي انتوا عايزينه من تحت، وهتمشوا تعملوا صدر البلوزة مثلا كده. مع السلامة، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. لو عايزيني اكمل البطرون هكمله في فيديو تاني.